وهاي الجهة اسمها جمعية البنوك الأردنية. وفي هاي الجهة في إشي اسمه كمان جودي بور أو الجودي بور، هاي هي الجهة المحولة أو هذا هو المؤشر اللي بيرفع سعر الفائدة أو بنزل سعر الفائدة. مرحبا جميعا، صباح الخير. بعتذر عن تأخير الفيديو، لكن نعرف مرات الواحد بينشغل، بيكون عنده إشي بالشغل أو بيكون في عنده شوي مشاغل ممكن تاخده شوي من التزاماته. المهم هينا اليوم موجودين، اليوم ان شاء الله راح احكي شو اللي صار مع البنك بالفترة الماضية اللي هي خلينا نحكي من يوم الثلاثاء ليوم الجمعة. هي الفترة اللي انا شوي انشغلت فيها، ما قدرت اعمل فيها الفيديو مباشرة، لكن انا حطيت فيديو على اليوتيوب حكيت فيه انه انا راح اجي شوي موضوع الفيديو التفصيلي عن المكالمات اللي صارت بيني وبين البنك في موضوع الفائدة، رفع الفائدة أو المسائل اللي كانت معطلة من جهة البنك وهل راح يتم حلها أو ما راح يتم حلها. اليوم راح أدخل بهاي التفاصيل، راح أحكي شو كل شيء صار على في المكالمة. طبعا تواصل معي شخص من البنك يوم الأربعاء 6/2/2019، كان شخص صراحة على قدر عالي من الاحترافية. خليني أحكي اتليست كان مجهز حاله، كان عارف شو الاشياء اللي بده يحكي فيها، كان عارف شو الاجابات اللي هو لازم يحكيها للعميل تبعه على اساس انه يوصلوا لنقطه مشتركه لحل المشاكل الموجوده او لاعطاء مواعيد لحل المشاكل اللي راح تتاجل. الاشي الحلو في الموضوع انه الشخص كان كتير مرتب، كتير مؤدب في الحكي، كتير straight to the point، عارف شو الحيثيات اللي راح تمشي فيها المكالمة وعارف شو الاجابات اللي هو بده يجاوبها. كان راجع على الارشيف، كان شايف شو المراجع تبعته، عارف شو الاشاءات او شو المشاكل اللي انا كنت حاكي فيها، وحكى معاي لحتى يقدر نوصل لنقطة مشتركة. طبعا بدأ الحوار بانه سأل: مرحبا يعطيك العافية، انا فلان الفلاني من الادارة الرئيسية للبنك، حبيت احكي معك بعد ما شفت اللي صار معك على السوشيال ميديا، بعد ما شفت الفيديو اللي نزل على الفيسبوك، بعد ما شفت البوست اللي نزل على صفحة البنك وعلى الجروبات الموجودة على الفيسبوك، وبعد ما شفت تفاعل الناس على هذا الموضوع، وبعد ما انا راجعت حيثيات هذا الموضوع. الحلو بالموضوع انه لو اني انا ما طلعت، ما حطيت شويه الفيديوز، ما حطيت شويه البوست، كان يمكن ما وصل الموضوع للاداره، يمكن الاداره ما دريت اساسا المشكله الموجوده عند العميل عند هذا البنك. anyways سال شو المشاكل الموجوده عندك، لان انا حاب احل لك اياها وحاب اسمع منك علشان نعرف كل الهيستوري تبع المشاكل تبعك. ما راح ارجع احكي في كل الهيستوري، حكينا بثري بوينتس. النقطه الاولى اللي حكينا فيها اللي هو لما تعطل عندي الابلكيشن، لما برنامج البنك بطل يفتح عندي، بطل ياخذ بصمه الاصبع، واكيد بعد عده شهور من استخدام الابلكيشن باستخدام البيومتريكس اللي هي بصمه الاصبع، اكيد كنت اما ان الناس كلمه السر مع ان انا كنت عم بدخلها لكن ما كان عم بيقبلها ابلكيشن، فيمكن كان في تعديلات او في اجراءات فنيه من جهه البنك. المهم تعطيل الابلكيشن. الشغله الثانيه تعطيل الباسورد او تعطيل بطاقه البنك، وانا اساسا موجود خارج البلد وكانوا مشترطين ان انزل على البلد او انزل اعمل وكاله خاصه لحدا من البلد، وكان اشي صعب جدا، وما كانوا راضين يبعثوا لي بطاقه جديده على البلد اللي انا فيها الا لما انا اتحمل المصاريف، وهذا ما كان مقبول لانه كان الخطا من جهه الابلكيشن اللي هو اصلا من جهه البنك، فكان لازم البنك يتحمل هذا الموضوع. والشغله الثالثه اللي هي رفع الفوائد لاكثر من مره من جهه البنك على القروض الماخوذه من جهته، واللي كانوا الموظفين يرفضوا انهم يساعدوا فيها او يحكوا لك انا ما بقدر اساعدك او ما في حل اقدر اساعدك فيه. بعد ما انتشر الفيديو او بعد ما انا حكيت بالفيديو او بعد ما حطينا البوست على الفيسبوك، الحمد لله مشكورين اداره البنك تواصلوا معنا لحتى يوضحوا ايش الاجراءات اللي لازم تكون ممكن تتخذ. طبعا هذا كان ملخص للمشاكل اللي احنا حكينا فيها بالمرات الماضيه واللي انا اصلا تواصلت فيها مع البنك، واللي طبعا هي عباره عن امتداد لشهور. هلا الاجابات اللي اجتني من جهه الموظف كانت كالتالي على المسائل السهله، اللي هو بالنسبه لتعطيل الابلكيشن ما عندك اي مشكله يا عزيزنا مهندس جاسر، راح نحكي معك، راح نتواصل معك، راح نبعث لك البطاقه الجديده. وطلع اساسا البنك عامل بطاقه جديده انا ما بعرف فيها، ما تواصل مع البنك على انه صار في بطاقه جديده لازم اطلعها، فمشكور الموظف اللي حكى معي خبرني بهذا الموضوع، وان شاء الله راح المفروض على حسب الموظف وعلى حسب الكول سنتر لما خلاهم يحكوا معي انه راح يبعثوا لي اياها خلال اسبوعين، لانه متواصلوا معي واخذوا العنوان تبعي وراح يبعثوا لي هاي البطاقه على قطر بدون ما ادفع اي تكاليف. فهي اول مشكله انحلت. المشكله الثانيه تعطيل الابلكيشن او البرنامج تبع البنك،
اول ما توصلني البطاقه تبع البنك راح اقدر افعل الابلكيشن انه صار معي الباسورد تبع البطاقه الجديده. بقدر اما ان انا افعل البطاقه او ان انا احكي دايركت مع الموظف اللي حكى معي اساسا او ان انا احكي مع الكول سنتر. سو صار في عندنا ابيليتي ان احنا نحل هاي المشكله. هلا النقطة الأولى والنقطة الثانية كانوا سهلين جدا ونحلوا بكل بساطة. ما بعرف ليش كانوا الموظفين الكول سنتر أنا لما كنت أحكي معهم كانوا معقدين الأمور وكانوا يشترطوا إنه أنت لازم تنزل عندنا على البلد، لازم أنت تكون موجود، لازم تجينا على الفرع، لازم حدا يجي معمول له وكالة خاصة وات إيفر. هاي بتلفون واحد بفيديو واحد الموضوع انحل تماما وراح توصلني البطاقة على البلد اللي أنا فيها بدون أي مشاكل، بدون ما أضطر إني أنا أنزل على البلد. طبعا البنك مشكورين بهاي المبادرة، كانت كثير لطيفة. هلا النقطة الثالثة اللي هي الأهم في الموضوع، نقطة الفوائد اللي عم ترتفع من جهة البنك أو من جهة البنك المركزي أو من جهة أي أو من أي جهة موجودة عندنا في البلد. ارتفعت الفوائد لأكثر من مرة على القرض، حكينا بأكثر من مرة مع البنك، البنك تواصل معي مرة ثانية بعد الفيديوز، يوم الأربعاء حكوا معي عشان نحل هذا الموضوع. هلا الفكرة في الموضوع، الموظف اللي حكى معي بلش يوضح لي الرفع اللي صار على الفوائد. يعطيك العافيه باشمهندس جاسر، انا حابب اوضح لك ايش الاجراءات اللي صارت وليش ارتفعت الفوائد. الفائده ارتفعت على اكثر من 600 الف عميل عندنا في البنك، يعني الكل مش عليك لحالك. اول نقطه which is انا اصلا مش قابل انه احكي فيها، لانه الفكره في الموضوع انا ما بعرف زي ما حكينا بالفيديوز الماضيه ايش العقود اللي صارت عليها اتفاقات ال 600 الف عميل التانيين مع البنك. انا اللي كنت متفق مع الموظف على اساس انه فائده لا تتزايد او ما تتغير هاي الفائده مع عمر القرض. هلا لما حكيت له هذا الحكي حكى لي باشمهندس جاسر موضوع رفع هاي الفوائد مش من بنك الاردن ومش من البنك من راسه عم بصير، هو اللي عم بصير انه في عندنا جهه في الاردن مخوله بتعديل اسعار الفائده كل فتره معينه، وهاي الجهه اسمها جمعيه البنوك الاردنيه، وفي هاي الجهة في اشي اسمه كمان جودي بور او الجودي بور. هاي هي الجهة المخولة او هذا هو المؤشر اللي بيرفع سعر الفائدة او بنزل سعر الفائدة، وكامل البنوك الموجودة في الاردن اما راح ترفع سعر الفائدة او راح ننزل سعر الفائدة بناء على التقارير اللي بتطلع من هاي الجهة اللي حكينا عنها. لكن كل واحد من البنوك بيختار دورية معينة لرفع او تنزيل الفوائد. هلا بالنسبة للبنك اللي أنا موجود معه، دورية ارتفاع أو تنزيل الفوائد هي كل 3 أشهر، كل 3 أشهر بتم إما رفع الفائدة أو تنزيل الفائدة. طبعا بالأغلب اللي صار معي أنا هو رفع الفائدة وما كان تنزيل للفائدة، وهلا راح أحكي بالتواريخ والأرقام اللي وصلتني من البنك نفسه. فالبنك ما له أي دخل في الموضوع، في بنوك ترفع كل 3 شهور، كل في بنوك ترفع كل 6 أشهر، في بنوك ترفع كل سنة. هلا اللي بيرفع كل 3 أشهر بيقسم رفع الفائدة على 4 مرات، بيرفع كل 6 أشهر على مرتين، بيرفع كل سنة بيرفعها مرة واحدة، آخر السنة بيلاقي العميل بيتفاجأ بالرفع اللي صار عنده مرة واحدة. هلا أنا من جهتي كحدا حب يتابع الموضوع أكيد راح أرجع على الموقع تبع جمعية البنوك، أكيد راح أرجع على الجودي بور أراجع شو الأرقام اللي صارت، أشوف فعليا هل عم ترتفع او تنزل هاي الفوائد. بالنسبه للموظف اللي حكى معي حكى لي انه نحن كبنك احنا اقل بنك رفع على عملائه خلال الفتره الماضيه، لكن انا اكيد راح ارجع للارقام وللتواريخ وللجرافيكس او للجرافس اللي مرسومه عند هذه الجمعيه واشوف كيف ممكن احنا ندرس هذا الموضوع. هل هو فعليا ارتفع دائما؟ هل هو ارتفع بهذا الريت اللي ارتفع عليه بالاخر او لا؟ هلا خلينا نحكي شوي بالتفاصيل. هذا كان كلام الموظف. انت كعميل باشمهندس جاسر عندك قرضين، انا هلا عم بقرا الاشي اللي انا انحكى معي على المكالمة. انت مهندس جاسر عندك قرضين بلش على سعر فائدة كان 8.25%، وكل 3 اشهر كان يرتفع عندك او ينزل حسب جمعية البنوك او الجودي بور. اليوم وصل عندك نسبة الفائدة على القرض 9.084 بتاريخ 24/1/2019. طبعا انا بعد ما حكى لي هذا الحكي اكيد طلبت انا بدي اياك تحكي لي كل التواريخ بكل التفاصيل بكل ارقام ارتفاع او تدني نسبه الفائده على حسب جمعيه البنوك اللي انتم بترجعوا لها. طبعا بهذا الصدد الموظف ما مانع بالمره، حكى لي اكيد راح احكي لك، انا راح احكي بشكل مبسط ما راح احكي كل التفاصيل. عندنا 3/1/2018 تم رفع الفائده، 1/4/2018 يعني بعد 3 اشهر تقريبا تم رفع الفائده، 5/7/2018 تم رفع الفائدة، 1/10/2018 تم رفع الفائدة. ملاحظ انه دائما كان في عملية رفع لحد هاي اللحظة، هم 4 مرات تم فيها عملية رفع الفائدة.
في 26/11/2018 حكى لي انه حضرتك انت قدمت اعتراض واجاك قبول من ادارة البنك، نزل بنسبة 0.188 وهي نسبة انا ما بتوقع انها نسبة عالية، لانه تم الرفع 4 مرات ومرة واحدة تم التنزيل بنسبة 0.188 يعني اقل من 0.2%، وكان تاريخ 27/11/2018. وهذا الحكي انا ما تبلغت فيه، يعني انا ما عرفت انه لا نزل سعر الفائدة ولا ارتفع سعر الفائدة. هلا بتاريخ 27/11/2018 نزل عندك سعر الفائدة من 9.5 او 9.045 الى 8.857، وتم تخفيض التاريخ 21/1 من 8.857 الى 8.630، واللي كان بمقدار 0.22. خلينا بليز نركز على موضوع 21/1، تم تخفيض الفائدة بتاريخ 21/1/2019 بنسبة 0.22 21/1. بعدها مباشرة بثلاث أيام تم رفع الفائدة بمقدار 0.45 أو 0.5 اللي وصلت الفائدة إلى 9.084. ما بعرف أنا شو وجه الحق اللي أنت كبنك ترفع فيه أو بتنزل فيه نسبة الفائدة في يوم وبعده بثلاث أيام ترفع نسبة الفائدة الضعف، يعني أنت كنت منزل مقدار التنزيل قبل ثلاث أيام 0.22% وجيت بعد ثلاث أيام رفعتها 0.45%. ما بفهم أنا إيش العميل اللي أنت قاعد تحكي له إنه أنت كالمهندس جاسر أنت قاعد متعامل معك كفي آي بي، هذا الحكي اللي عم نعمله معك ما صار ولا مع أي عميل من 600,000 عميل اللي موجودين في البنك اللي انت عميل عنده. هذه معاملة في اي بي. اوكي شو المعاملة في اي بي؟ انك انت جيت رفعت عليه طول السنة 4 مرات، مرة واحدة خفضتها، بعدين مرة واحدة خفضتها بناء على اعتراض، بعد 3 ايام قبل ما يصير اي قرض او اي قسط على القرض بعد تنزيل الفائدة رجعت رفعتها مرة ثانية بضعف المقدار اللي انت نزلت فيه قبل 3 ايام، بتحكي للعميل انك انت في اي بي وهذا الحكي ما صار ل 600,000 عميل في البنك. هلا مشكور الموظف، طبعا ما عندي اي اعتراض على الموظف نفسه، لكن انا عندي اعتراض على المبدا اللي عم بصير. انت قاعد بتحكي انه انت طلبت اعتراض على ارتفاع سعر الفائده، واحنا كاداره نزلنا لك سعر الفائده 0.22، بعد 3 ايام احنا قمنا برفع الفائده عليك من غير ما نحكي لك ديفينتلي 0.45. ما بفهم انا شو المنطق اللي صار بهذا الموضوع. طبعا انا حكيت له انه انسى كل الهيستوري اللي انت حكيت لي اياه عن رفع الفائده، اوكي رفعته 4 مرات او رفعته 5 مرات وات ايفر اللي صار بهذاك الوقت، لكن انا الاشي اللي بضرب عندي على عصر السابع انك انت اليوم رفعت لي اياه او نزلت لي نسبه الفائده 0.22 ورجعت رفعت لي اياه 0.45 قبل ما يصير اي قسط على القرض، يعني انا ما استفدت من انك انت قبلت موضوع تنزيل نسبه الفائده اللي انت علشانه مش راضي تقبل الاعتراض الاخير لي وانت قاعد تحملني فيه جميله، بس انت اساسا ما خليتني استفيد منه بولا قسط، انت بالاسم نزلت لي 0.25% ورفعت لي 0.5%، فانا ما استفدت منك ولا اي شيء بهذا الموضوع. طبعا انا سالت الموظف حط حالك مكاني، هل انت بتقبل هذا؟ هل انت بتشوف هذا الحكي كلام منطقي اللي انت قاعد تحكي لي اياه انه احنا نزلنا لك سعر الفائده ب 21/1 ورجعنا رفعناها لك ب 24/1 الضعف؟ طبعا اكيد يعني ما كان بده يجاوب، لكن هو بالاخر لما قلت له حط حالك مكان الجواب حكى لي صراحه انت كلامك صحيح 100%، لكن انا بتكلم هلا من وجهه نظر البنك ومن وجهه اداره من وجهه نظر اداره هذا البنك. واللي صار انه ليش ارتفعت عندك بعد 3 ايام؟ لانه دوريه رفع الفائده اجت بعد 3 ايام من قبول الاداره بتنزيل نسبه الفائده عليك. هلا اللي انا بتشوفه او اللي انا لو اني انا مدير البنك، اي عميل تم تنزيل نسبة الفائدة عليه ولسه ما اجى عليه ولا قسط، لو ارتفعت نسبة الفائدة بأجل رفع نسبة الفائدة عليه لغاية الدورة اللي بعدها، لانه اصلا لسه ما استفاد ولا شيء من تنزيل الفائدة اللي انا عملته فيها كفي اي بي ونزلت عليه نسبة الفائدة، فما برجع برفع عليه قبل ما يجي عليه قسط. اتليست خليه يستفيد من تنزيل نسبة الفائدة قسط واحد عشان لما يراجعني انا اقدر ان انا اتحاور معه او اخذ واعطي معه بانه انا كبنك نزلت لك نسبة الفائدة اللي انت اعترضت عليها. طيب بعد ما صار هذا الحكي سؤال جدا بسيط للموظف تبع البنك، هل في مصدر انا اقدر ارجع له علشان اعرف شو آلية رفع او تنزيل الفوائد او انا شو حقوقي او انا افهم شو اللي قاعد بصير؟ الجواب طبعا كان لا والله هذا الشيء، هذا كان موظفين البنك بعد ما اللي صار ديفينتلي بعد اللي صار
احنا رحنا درسنا الرفع اللي صار بالسوق، درسنا الرفع اللي صار عندنا في البنك، ودرسنا حالتك انت، وكاجتهاد من الموظفين عرفنا هاي التفاصيل. طب هل تعطيني مصادر؟ آه سوري، ما عندي مصادر، بس انت بتقدر ترجع لجمعية البنوك او مصادر البنك المركزي. اوكي فاين، هو حقه انه هو يحتفظ بالمصادر تبعته العين. طبعا بعد اللي صار، طيب هلا صار الموضوع وصارت المشكلة وصارت وتم رفع نسبة الفائدة، هل ممكن يكون في أي حل احنا نمشي فيه، أو لا إنه احنا نمشي فيه ونحل هذا الموضوع؟ لأني أنا أساسا لما طلبت القرض من الموظفة كنت حاكي إني أنا طلبت من الموظفة إنه نسبة الفائدة تكون ثابتة ما ترتفع علي خلال عمر القرض، لأنه أنا ديفينتلي لما أخذت القرض بهذاك الوقت أنا كنت باخذه لأنه نسبة الفائدة كانت بهذاك الوقت مثلا 8 وربع. طبعا كانوا حاكين انه انت ماخذها بنسبه تفضيليه، طبعا ما كانت تفضيليه بالمره. طبعا لما انا اطلب من الموظف اني انا بدي نسبه الفائده ثابته وما بدي اياها تتغير واخذ واعطي معها اكثر من مره، وتناديني عشان ابدا التوقيع على العقود تبعي، طبعا عقود البنوك تكون عقود طويله جدا. كان العقد تبعي مكون من 33 بند. ما قرات وقتها البنود لانه على اساس انه تم الاتفاق، هذا اشي غلط انا عملته، طبعا كان لازم اقرا كل بند. طبعا انتوا بتعرفوا الموظف، وقع هون وقع هون وقع هون، بلا 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 بلا، اخبط ولا انت موقع على كل العقود وطالع. كنت انا معتمد طبعا على الشفافيه والمصداقيه اللي كان المفروض تكون موجوده من جهه الموظف اللي هي اساسا تمثل للبنك، لكن صار اللي صار. طبعا انا لما حكيت له هذا الكلام رجع حكى لي انه انا ما بعرف ليه ممكن تكون الموظفه عملت هذا الحكي، لكن الموظف ما بفرق معه سواء كانت نسبه فائده ثابته او متناقصه، فهي عليها نفس البنود، وراح يكون يحق للبنك رفع نسبه الفائده على العميل اذا ارتفعت من جهه جمعيه البنوك او من جهه البنك المركزي، لكن الموظف ما بفرق عنده سواء باع القرض ثابت او متناقص، هو لا له كوميشنز اكثر، لا إله، وما في إشي أسهل من إشي في بيع القروض. فأنا ما بعرف كإدارة ليه ممكن الموظفة تكون شرحت لك إياها بطريقة معاكسة، أو يكون صار سوء تفاهم. طبعا هذا الإشي أنا ما برضيني بالمرة إنه أنا تكون حاط موظف يمثل البنك ويطلع ما عنده خبرة في الموضوع أو يفهم الموضوع غلط أو يصير سوء تفاهم، وكان لازم هو اللي عم بقود عملية بيع هذا القرض. طبعا كلمة أصلا بيع القرض أنا مش مناسبة بالنسبة لي كعميل، كان المفروض انه تكون في مصداقية اكثر حسب الاشي اللي انا طلبته اخذ القرض اللي انا بدي اياه، واذا ما كان في هذا النوع من القروض كان يفترض توضيح هذا الموضوع، لانه لو توضح هذا الموضوع ديفينتلي ما كنت راح اخذ القرض في وقتها. طبعا كان رد الموظف انه صحيح كلامك، مش المفروض منك انت كعميل بعد الاتفاق على البنود اللي انت بدك اياها تكون انت محتاج انك تقرأ، كان لازم تكون المصداقية في التعامل او يكون مصداقية شفافية التعامل اعلى من هيك، وانه انت توقع الاشي اللي انت اوريدي طلبته، لكن زي ما حكيت لك انا ما بعرف ليه الموظفة كان ممكن تعمل هيك. هلا لو وصلنا له بالاخر انه للاسف الفائدة راح ترتفع راح ترتفع، ما راح تقبل الادارة انها تنزل عليك الفائدة لانه تمت عملية الموافقة على تنزيل الفائدة قبل هيك. برجع بنوه انه تمت الموافقة على تنزيل الفائدة قبل هيك، لكن تم إعادة رفع الفائدة بعد فقط ب3 أيام بدون الاستفادة من أي قسط بتخفيض نسبة الفائدة اللي حكوا عنها. فوصلنا بالآخر إنه نسبة الفائدة ما راح ترجع تنزل. طبعا راح أرجع أدرس كل هاي الحيثيات وراح أنزل فيديو يوضح كل الأشياء المتعلقة بالفوائد وبأسعار القروض وقوانين البنك المركزي وقوانين جمعية البنوك وقوانين الجودي بور والأرقام تبعت الكيرفز تبع ارتفاع أو تنزيل نسب الفائدة خلال السنة الماضية كاملة. الشغلة الثانية اللي هي البطاقة على الوعود تبع البنك، لقد تم حل المشكلة وطلعنا لك بطاقة جديدة وراح نبعث لك إياها، وأخذوا العنوان مشكورين وراح يبعثوا لي إياها المفروض على قطر خلال أسبوعين. بالنسبة للتطبيق راح تقدر ترجع تفعل التطبيق أول ما توصلك البطاقة من خلال اليوزر نيم والباسورد اللي راح يوصلوك على البطاقة الجديدة اللي راح توصلك عندك على قطر. بالنسبة لعقد القرض كمان مشكورين بعتوا لي عقد القرض قرأته، طبعا كلنا بنعرف انه كل البنود الموجودة في هذا العقد مربطة الكفيل او العميل مربطة العميل، ولو كان في كفيل راح تكون مربطة كمان بنسبة 100% او 120% لصالح البنك علشان يضمن انه انت راح تسدد، وشو ما صار من رفع فوائد او تنزيل فوائد او تغيير قيم او وات ايفر انت راح تكون مضطر انك انت تدفع وات ايفر البنك راح يطلبه منك بدون اي حق لاي اعتراض. راح اشوف اكثر من عقد باكثر من نوع قرض وراح احكي عن موضوع البنود اللي راح تكون موجودة بالنسبة للقروض بفيديو منفصل بحد ذاته. طبعا العقد صار عندي، راح اطلب اكثر من عقد من اكثر من شخص علشان اقراهم كلهم، وبهذه الحاله راح اقوم بتنزيل فيديوز منفصله عن هذا الموضوع.
علشان الكل يعرف شو البنود اللي هو قاعد بوقع عليها، وعلشان الكل قبل ما يروح ياخذ اي قرض يكون عارف شو الحيثيات اللي راح يمشي فيها، لانه هذا الموضوع مش سهل انك انت تتحكم فيه كعميل، خاصة اذا انت كنت بحاجة لهذا القرض. وهيك بكون انا حكيت كل التفاصيل اللي انا وصلت لها لغاية اليوم بموضوع التواصل مع البنك بالمسائل السهلة كان حلها، قاموا بحلها وبانتظار انها توصلنا البطاقة، بالمسائل اللي متعلقة بقيمة الفائدة لحد اليوم ما في عنده أي حل لهذا الموضوع. بحكي لك هذا الموضوع مش من جهتي، وأنت ما راح تقدر تعترض على هذا الموضوع. ويعطيكم العافية.